السلام عليكم. سفن إيرانية تتحرش بقطع بحرية أمريكية في الخليج 3 ساعات رغم تحذيرات متكررة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت القوات البحرية الأمريكية الثلاثاء أن 4 سفن من البحرية الثابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بزوارق خفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج. وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس إن قطع البحرية الأمريكية كانت تجري دوريات روتينية في المياه الدولية بالخليج في 2 أبريل نيسان الجاري قبل أن تقترب 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية منها، الأمر الذي دفع سفينة أمريكية تجري مناورات لتجنب الاصطدام بحسب شبكة CNN. وذكرت أن هذا التحرش استمر لمدة 3 ساعات تقريبا رغم التحذيرات المتكررة، وأكدت أن الإجراءات الإيرانية غير آمنة وغير مهنية وتزيد من أخطار الاصطدام. وقالت بالإضافة إلى ذلك تجاهلت تصرفات السفن الإيرانية القواعد البحرية المعترف بها دوليا واللوائح الدولية لمنع الاصطدام في البحر. وقبل أيام نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لطائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج، ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية عبر حسابها على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه تحليق طائرة مسيرة بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.